دولار. نروح لاكزامبل لاخ على مود يكون الشرح. يقول فور ووتر كان فيسكوسيتي مالته 1.15 في 10 ناقص 6 فلو ان بايب اوف 30 مليمتر دايمتر. يعني هسه عندي النيو وعندي الدايمتر. فايند ماكسيموم فلو ريت ان ذا بايب، اوجد لي اقصى فلو ريت في البايب محافظا كيبينج لامينر فلو بيفور تشينجينج ذا تيربلنت فلو. زين احنا نعرف اللامينر فلو شو وين يتحقق؟ يتحقق بال2000. بس هنا وز دي يقول لي فايند ماكسيموم فلو ريت، اوجد لي اقصى فلو ريت ها بيفور تشينجينج تيربلنت. يعني دي يقول لي دا انتقل اني من اللامينر الى التيربلنت، او دا يقول لي بعدك لا تنتقل للتيربلنت، اوجد لي في حاله اللامينر اقصى جريان. طبعا اقصى جريان وين حيصير؟ من يصير رينولد 2700، ورا ال 2700 يبدا يتحول ترانزيشن. زين هسه واحد قال لي ليش ما اخذ ال 2000؟ مو هو دا يقول لك تحول كيبنج لامينر فلو بيفور تشينجينج تيربلنت، دا يقول لك دا يتحول من اللامينر الى التيربلنت، فتقدر تستفاد منها ال 700. يعني هي بين ال 2000 وال 2700، هاي 700 تزيد الجريان ماكسيموم فلو. واضح؟ فهسه نحلها رينولد في دي اوفر نيو 2700 هنا في ما مطيني الدي مطيني نيو مطيني فصار الفي طلعت الفي كيو تساوي في في الاي الفي هالقد في الاريا باي دي سكوير طلع الدي كيو هالقد. او طريقة اسهل من يصير عندي هيك حالة ما عندي بيها في، اقدر ارجع لهاي المعادلة اللي قلنا اذا في ماكو عندي بس كيو فرينولد 4 كيو على باي دي نيو، فشوف سهولة 2700 4 كيو على باي شو يسموها الدي مطيها في هذا يطلع نفس الجواب 7.3 7.3. واضح طلاب؟ زين اخر مثال هذا المثال يشتغل على الكاي. زين ليكويد فلو ان لامينر، ليكويد فلو ان لامينر تايب وذ بايب دايمتر 60 مليمتر شبي ان ويتش اني بوينت في اي نقطه ريبريزنت تمثل انستيبل ستيت، في اي نقطه تمثل حاله عدم الاستقرار. If the equation of velocity distribution هذه في أي نقطة يعني y دليد ما طول نقطة يعني y في أي نقطة represent unstable state، إذا ال equation مال هذا الخط قلت لكم كل سؤال وكل حالة بيها فت كيرف معين وبي معادلة، فهذا المعادلة مالت dv over dr بالنسبة لل r جاما ار على 2 ميو ناقص دي اتش على دي اكس. دي اتش هو الهيد لوس والدي اكس هو المسافه الافقيه. زين شلون نحلها؟ اول شيء خلينا نكتب المعادله مالتنا، معادله مال كاي لازم حفظ هذه. كاي يساوي طبعا احنا معادلتنا السابقه كاي يساوي y سكوير dv over dy على نيو. زين نيو ايش تساوي؟ ميو over رو، فنقدر نكتبها y سكوير رو dv over dy على ميو. زين هسه بما انه انا معادلتي هاي على dr اسوي تحويله بين dv على dr الى dy، شلون اسويها؟ اعرف هاي المعادلة مالتي هسه هذا r ايش تساوي؟ r زائد y، اذا r
اخذها على صفحة سي ار ناقص واي. زين هاي من هالمعادلة. زين واني التشين رول الدي في اوفر دي واي اقدر اكتبها دي في اوفر دي ار في الدي ار على الدي واي. زين الدي ار على الدي واي مين اجيبها؟ اجيبها من هنا. والدي في اوفر دي ار مين اجيبها؟ اجيبها من المعادله. واضح؟ زين الدي ار على الدي واي هسه هذه اشتق الدي ار على الدي بالنسبه للواي. فالدي ار على الدي واي ايش تساوي؟ الار مشتقتها دي ار. الار كابتر رقم ثابت فمشتقته صفر. الواي مشتقته شقد؟ دي واي. فناقص دي واي ناقص دي واي. فاجيب هذا للاسفل دي ار اوفر دي واي يساوي ناقص واحد. اذا هذا صار شقد؟ هذا ناقص واحد. فهذا ناقص واحد في هذا، هذا هي المعادلة. شوف دي في اوفر دي واي في ناقص واحد. زين هسه اجيب هاي المعادله هذه انزلها فاقول دي في اوفر دي واي، الدي في اوفر دي واي هي هاي بالسؤال بالقانون ناقص واحد في جاما ار على 2 ميو في الدي اتش على دي اكس. زين الار هنا ايش اقدر اكتبه؟ اكتبه ار ناقص واي. ليش؟ لان انا معادلتي حسب بالنسبه دي واي. فناقص واحد جاما على 2 ام هاي الار صارت ار كابتن ناقص واي في الدي اتش على الدي اكس. زين معادلتي اني واي سكوير رو على ميو دي في اوفر دي واي. فهسه اكتب الكاي واي سكوير رو على ميو الدي في اوفر دي واي هاي كلها اكتبها صارت هذي اجيبها هنا بس وين الناقص؟ ها الناقص دخل هنا فصار الناقص صار زائد وهذا ناقص. الناقص واحد شوف الطلاب اجى على هذا فالناقص صار ناقص ار زائد واي ناقص ار زائد واي. زين هسه اخذ الارقام الصحيحه على صفحه والواي سكوير ادخلها بهذا القوس فالرو على ميو جاما على 2 ميو دي اكس على دي اتش على دي اكس الواي سكوير يدخل الواي سكوير ويا الواي يصير واي اس 3 ناقص الواي سكوير في الار واي سكوير ار. زين ايش حسوي؟ هذا الرقم كله ارقام ثابت يعني الرو ثابت الميو ثابت مو متغير فهذا حسميه كله دي ثابت هذا كله حسميه دي او تريد اي بي سي بالسهولة يعني مجرد هواية ارقام. زين هسه ايش يريد هو؟ دي يقول في اي نقطة represented an stable state. يقول لايجاد to obtain maximum chi اي شيء بالرياضيات اذا اريد اطلع الماكسيمم شو اسوي؟ اشتقه واساويه للصفر. اشتقه واساويه للصفر هو وين دليل بالنسبه للواي فاشتق الكاي بالنسبه للواي واساويها للصفر. واضح؟ اي شغله بالرياضيات مشتق اشتقها واساويها للصفر لايجاد الماكسيمم. فهسه حاشتق الدي كاي على الدي واي واساويها للصفر. فهسه هذه دي ثلاثة دي هذا ثابت قلنا مين اجت الدي؟ دي قلنا هذا ثابت يعني اي رقم تريده على مود لا تكرره. فهذه حاشتقها واساويها للصفر. زين هسه من يصير عندي اثنين شو اقول؟ اقول الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول. الأول في مشتقة الثاني هذا حشتقه وين هذا؟
هذا واي واي اس 3 مشتقة واي اس 3 ايش قد؟ 3 واي سكوير، 3 واي سكوير هذا مشتقة، ناقص مشتقة الواي سكوير ايش قد؟ 2 واي ناقص 2 واي في الار. فهاي اشتقيتها ساويتها للصفر. زين قلنا الاول في مشتقة الثاني، دي في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، هذا صفر في هذا الجزء فحيصير صفر. فإذا حيصير دي في هذه المشتقة أول في مشتقة الثاني وساويته للصفر. زين هسه دي إذا أجيب ذاك الطرف ايش حيصير؟ هم حيصير صفر. زين هذا السالب أوديه لهالاتجاه ايش يصير؟ يصير موجب. فناقص 2 واي ار ايش حصير؟ 2 واي ار، وهاي حتنزل 3 واي سكوير. زين السكوير ويا الواي راحت، ايش بقى؟ بقى 3 واي يساوي 2 ار، هاي الثلاثة اجيبها هنا، اذا واي تساوي 2 على 3 ار. زين ار هو شنو؟ هو نصف القطر. ايش قد قايل لي بالسؤال؟ القطر ايش قد؟ 60. قطر 60 نصف ايش قد؟ يعني 30. فال ار نصف الدين، نصف ال 60 30. اذا الواي وين منقعها؟ ثلثين ل 30. ثلثين ل 30 يعني ايش قد؟ يعني 20. اذا خلينا نقول اذا هذا 60 نصه هذا 30 وهذا هنا قلنا كاي يساوي صفر وهنا كاي يساوي صفر، فوين كاي ماكسيموم؟ حيصير ماكسيموم بالعشرين، يعني هنا تقريبا هنا حتبدي اللامينار، هنا لامينار بهاي المنطقة حيبدي الانستيبل. وشكرا للأصغاء، طفت الكهرباء.